الحمد لله الذي جعل الإيمان به أصل الأصول وبلغ من قام به غاية المنى والقبول. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. وبعد حضرة رئيس الحفلة والإخوة في الله والسامعون الحضور، أريد أن أزع أمامكم حول موضوع الإسلام دين الآداب والأخلاق. إن في هذا الدين العظيم الذي جاء به سيد الأولين والآخرين آدابا اجتماعية ومثلا إنسانية وأخلاقا رفيعة تجعله بحق مفخرة الأديان وعجوبة الأسماء ورائد جميع الشريعة السماوية والنظم الأرضية بما يحقق الخير والعدل والسعادة لبني الإنسان. فما من فضيلة من الفضائل ولا مكرمة من المكارم ولا صغيرة أو كبيرة من الآداب الاجتماعية الحميدة إلا دعا إليه الدين ورغب فيه الإسلام. إنه دين الآداب، إنه دين الآداب والأخلاق، بل إنه دين الحياة بأسرها، لأنه دين الفضائل والكمال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة العداء عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء لا يأتي إلا بخير أو خوف من نقابه، إنما هو عقيدة وعمل ونزام وعدم وخلق واستقامة، فهو درجات متعددة ومنازل متفاوتة. يبدأ بالنطق بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتهي بدفع الأذى عن الطريق المسلمين. فلله ما أسمى هذا الدين الذي يجعل من الإيمان بالله طريقا إلى الإحسان إلى خلقه، ويجعل من تمام العقيدة، فهو درجات متعددة، ويجعل من تمام العقيدة دفع الأذى عن الطريق المسلمين. وحقا إنه لمما يرفع رأس المسلم عاليا أن يأتي نشر الإسلام بمثل هذه النظم الرفيعة والآداب الكريمة، وأن ينص النبي الكريم على أن من مراتب الإيمان ومن خصال اليقين، وأن ينص النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم وأن يكون متصفا بمكارم الأخلاق، فيستحي الحياء ويبتعد عن سفاسف الأمور، فيكون في نفسه تقيا مع الناس حيا. فالحياء لا يأتي إلا بخير، لأنه شعبة من شعب الإيمان وخصلة من خصال الدين. وقديما قال شاعر العربي: فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا دهم الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. سألتم إخوتي، ليس الحياء الحقيقي أن يكون الإنسان كثير الخجل يستحي من المطالبة حتى بحقوقه المشروعة، ولكن الحياء أن يجتنب القبيح
ويبتعد عن الرذائل ويطهر نفسه من الرجس والآثام وأن ينفر من عمل ما يعاب عليه. وقد وضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الرواعي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا كاملا والثبات في الأمر. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.